أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا حصل الكسوف جزئيا ولكنه قليل جدا ويرى بالعين المجردة، فهل تشرع الصلاة حينئذ؟ نعم، تشرع الصلاة ويخفف الصلاة، خففها، لأنها بمقدار الكسوف. إن طال الكسوف يطول الصلاة، وإن قصرت مدة الكسوف يخفف الصلاة. إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، وهذا رأى الكسوف يشوفه وإن كان قليلا. نعم.